السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم جبت لكم شقق جداد اخر ما كاين في الاصلاحات ما شاء الله، ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. كاين لا سانسور الشقق جاو في موقع جد ممتاز، خليكم مع لا فيديو. غادي نخلي لكم الرقم ديال هذا المقاول، ما عليكم الا تواصلوا معاه، راه داير لكم ثمن مناسب، شقق تحت الطلب ديالكم. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالهم كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم والكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي. شقق ما شاء الله اخر ما كاين في الاصلاحات، متراج ممتاز وتبارك الله فصالتهم زوينه، ما ضيع فيهم حتى شي حاجه في الفصاله. على لونطري كنلقاو صالون تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا معايا، صالون كبير، صباغه ديال الخيال، الكابس تري سامبل. بالنسبه للعود راه من نوعيه ممتازه، العود ديال تركيا، سراجم الكتريك. ومرحبا بالجاليه المغربيه ديالنا واكيد المغاربه ديالنا داخل الوطن. ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم، الى بان لكم المحتوى كيستحق التشجيعات ديالكم، وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين برطمات جداد ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. بالنسبه للمتراج ديال هاد الشقه هادي هو 76 متر. الشقه تتواجد في الدار البيضاء، اناسيجه تقريبا من جميع المرافق، كل شيء كاين حداك. بالنسبه لهاد الشقه هذه تتواجد في اقامه النخيل، الدار البيضاء، اناسي، كاين لاسانسور، كاين الباركينغ. الشقه بالنسبه للموبل راه نقي، ما كاينش السكان بزاف. بالنسبه للاصلاحات كما كتشوفوا معايا تبارك الله راه مصلوحه، ومازال كاين عنده شقق البيع، اللي بغى شي حاجه مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معاه، جيو شوفوا الشقق اللي مازال متوفرين عنده، والله ييسر الامور للجميع يا رب. ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو باش تعرفوا المعلومات كاملين، وانا غادي نذكر معكم حتى الشقق اللي مازال متوفرين. بالنسبه للشميسه راه مشمسه، الشقه فيها صالون، فيها سيجور، جوج البيوت، لا كويزين، فيها جوج حمامات وفيها جوج بالكونات. المتراج هو 76 متر. بالنسبه للقبس تري سامبل كاين لي سبوت في الضو كما كتشوفوا معايا، هذه الغرفه ما شاء الله فصالتها زوينه. بالنسبه للشقه راه كامله فصالتها زوينه وما ضايعه فيها حتى شي حاجه في الفصاله، فالناس اللي مهتمين مرحبا. بالنسبه للشقه راه موين ستوندين، والثمن ديالها هو 56 مليون، قابله للنقاش. فالناس اللي مهتمين مرحبا، غادي نخلي لكم الرقم ديال هذا المقاول، ما عليكم الا تواصلوا معاه، مازال كاين عنده شقق للبيع، فالناس اللي مهتمين مرحبا. بالنسبه للشقه راه تتواجد في الكاتريام ميطاج، كاين لاسانسور، جات قريبه من جميع المرافق، كل شيء كاين حداك، المسجد، المدارس الخصوصيه، المدارس العموميه، الحمام، كل شيء متوفر. شكرا للميمات الحبابات ديالي اللي دائما كيخليو ليا تعاليق زوينه، الله يحفظكم لينا والله يخليكم لينا يا رب، دائما تاج فوق راسنا. وشكرا لاي واحد كيقول كلمه طيبه في حقي، شكرا لكم. كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجة بسيطة. سمحوا لي إلا ما جاوبتكمش، الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب سمحوا لي إلا ما جاوبتكمش، راه كيكون علينا شوية ضغط، داكشي علاش ما كنقدرش نجاوب الناس كاملين، فما كرهتش نجاوبكم كاملين، ولكن راكم عارفين. فاللي ما جاوبتوش ما فيها باس، يعاود يتواصل معايا باش يطلعوا لي الأرقام ديالكم. والناس اللي ديجا حاطين عندي الشقق ديالهم الله يجازيكم بخير، بقاو تواصلوا معايا، راه ما كنبقاش بعد المرات ما كنبقاش عاقله على الارقام ديالكم، فاللي
اللي حاط عندي الشقة ديالو يتواصل معايا، والله يسهل على الجميع يا رب، والله ييسر الأمور للجميع. كما كتشوفوا معايا الصباغه ديال الخيال، قبس تخيسان باللي سبوت في الضو. بالنسبه للعود ديال تركيا من نوعيه ممتازه، كاين عندنا هنا البلاكارات في غرفه النوم. فاي واحد كيتمنى قبر الحياه فالله ييسر ليه يا رب، والله يسهل عليه. كما كتشوفوا معايا هذه هي الشقه ديالنا، ما شاء الله فصالتها زوينه. بالنسبه لاكويزين تبارك الله حتى هي راه كبيره ما شاء الله. بالنسبه لاكويزين راه ايكيبي كما كتشوفوا معايا، فالله ييسر لاي واحد يا رب. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، ذكرت معكم المعلومات كاملين بخصوص هذه الشقه هذه. المزيد من المعلومات ما عليكم الا تواصلوا مع صاحب الشقه، غادي نخلي لكم الرقم ديالو في لا فيديو. والناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبه للشقه اللي ستتواجد في الضحى عين السبع راه مازال متوفره طروازيام ايطاج، اللي بغاها مرحبا، وصاحبه الشقه نقصات في الثمن. بالنسبه للشقه اللي ستتواجد في اناسي 27 مليون بخوميير ايطاج حتى هي مازال متوفره، الناس اللي مهتمين مرحبا. وبالنسبه للشقه اللي ستتواجد في حي الهدى سيدي مومن شقه سفليه، صاحب الشقه نقص حتى هو 3 المليون، تيطلب فيها دابا 29 مليون، اللي بغاها مرحبا الناس اللي مهتمين بشقه سفليه. وهذا هو السطح تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للناس اللي مهتمين بشقق في البرنوسي، مازال كاين عندنا شقق للبيع في البرنوسي، كاين شقق اللي تباعوا، كاين شقق اللي مازال متوفرين. بالنسبه للشقق اللي في سيدي مومن، كاين شقق اللي تباعوا، كاين شقق اللي مازال متوفرين. اللي بغى شي حاجه مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، وصلنا الى نهايه الفيديو، ما عليكم الا تابوناو في القناه باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. الناس اللي كيقول لي نوال راه ما كيوصلناش الجديد، راه دائما كننزل فيديوهات، ما عليكم الا تشتركوا في القناه باش فيما نحط الجديد يوصلكم. ما تنسوناش من الجيمات والبارطاج والتعاليق الزوينه المحفزه ديالكم، فالله يسهل عليكم والله يسهل على الجميع. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.